أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة أن جميع المواطنين البحرينيين سيكونون مشمولين بالعلاج مجانا في جميع المستشفيات الحكومية ودون سقف للعلاج وفق مبدأ حرية الاختيار وحسب الباقة المتاحة، وذلك عند التطبيق الكامل لبرنامج تطوير قطاع الرعاية الصحية وبرنامج الضمان الصحي. تظهر التفاصيل أكثر في إيجابية الأهداف التي يتبناها برنامج الضمان الصحي والموجهة نحو الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين عبر نافذة التطوير المستمر لأداء المؤسسات الصحية في المملكة وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة. من بعد أن رأى النور في منتصف العام 2018، بانت الأهمية الكامنة من وراء إقرار قانون الضمان الصحي كخطوة تصب في الاتجاه الصحيح الماضي نحو الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وحتى من هم في ضيافة البحرين. إن تطبيق الضمان الصحي في المملكة وبشكل إلزامي سيثبت من موقع البحرين ومكانها على خارطة مقدمة الدول التي تعم مظاهر التطور والازدهار على جميع قطاعات العمل الحيوية فيها، وفي مقدمتها قطاع الصحة الذي من الممكن القول أن عافية باقي المجالات مربوطة بنشاط بدنه وسلامته. إن فكرة قانون الضمان الصحي تقوم وبشكل أساسي على توفير منظومة صحية متكاملة وجاذبة للاستثمار ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وشعارها المريض أولا، من خلال إنشاء صندوق للضمان الصحي يكون مزودا للتغطية التأمينية مع شركات التأمين الصحي المصرح بها، ويتولى التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية للمستفيدين في إطار منظومة متكاملة للضمان الصحي قائمة على أسس الحوكمة وتنظيم المؤسسات الصحية الحكومية، إذ سيحصل المنتفعون من هذا الضمان على امتيازات كبيرة والتي من شأنها أن تنعكس على المستوى العام لجودة الخدمات الصحية والسياحية والحقوقية في مملكة البحرين، تتمثل بتوفير خدمات صحية عالية الكفاءة وتنافسية يسهل معها الحصول على الخدمة ضمن إطار يحمي جميع الأطراف المشاركة فيها، وتحديدا من ذوي الدخل المحدود من المواطنين والمقيمين من خلال الرزم الأساسية، بالإضافة إلى الاستدامة المالية بالتضامن مع تمويل الخدمات الصحية بين المؤسسات والأفراد. جدول زمني كان قد مر فيه برنامج الضمان الصحي بدءا من مرحلة التطبيق التجريبي للتسيير الذاتي للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، ومن ثم تطبيقه على الأجانب، على أن يتم تنفيذ بنوده على أرض الواقع على المواطنين المستفيدين منه خلال هذا العام.